أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن قضايا الإخوان قضايا الأحوال الشخصية عفوا من أخطر القضايا التي تواجه مجتمعنا وتؤثر على مستقبله بشكل أو بآخر. وقال الرئيس أن تفاصيل قضايا الأحوال الشخصية سمع عنها منذ 40 عاما ولا تزال موجودة حتى الآن. كما دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى أن كل من هو معني بشكل أو بآخر بقانون الأحوال الشخصية مثل الأزهر والبرلمان والحكومة أيضا لصياغة قانون متزن، وأضاف أنه تم إعداد قانون أحوال شخصية متوازن يحقق العدالة للجميع خلال أيام. أيضا أشاد الرئيس السيسي بتناول قضية الأحوال الشخصية قائلا: تتناولون قضية من أخطر القضايا التي تواجه مجتمعنا وتؤثر على تماسكه ومستقبله بشكل أو بآخر، لافتا إلى أن نسب الأسر التي حدث بها انفصال زادت بشكل كبير خلال السنوات العشرين الماضية، موضحا أن كل المحاولات التي حدثت لتصويب الأمر تحقق شكلا من أشكال التقاضي الذي يقلل حجم النزاع والخصومة. أيضا لفت الرئيس إلى أنه أبدى اهتمامه بملف الأحوال الشخصية منذ أن كان أخيه مسؤولا عن يابات الأحوال الشخصية، واندهش من عدم الاهتمام بالملف حتى لا نزايد على أنفسنا بتفاصيل عن المشاكل. وأضاف الرئيس السيسي أنه يعني كما ذكرنا سمع كثيرا عن أشخاص كثر يتحدثون عن قضايا الأحوال الشخصية، يعني وذكر وأكد أن كل من له صلة بهذا الملف بهذه اللحظة أكد أنه في رقبته، يعني أولادنا وبناتنا في رقبتنا. وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه من الممكن أن يتوجه الشباب نتيجة ذلك للكفر بفكرة الزواج والأسرة ويتم العزوف فعلا عن الزواج وتكوين الأسر. أيضا قال الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الاختلاف قبل الزواج أفضل من الاختلاف بعد الزواج، وأضاف أن أيضا المرأة المصرية مظلومة، أكد أننا نحاول أن نحقق التوازن والدولة تريد تحقيق التوازن بخروج قانون أحوال شخصية عادل. وتابع الرئيس أنه مسؤول أمام الله عن كل بيت في مصر. أيضا من ضمن الأشياء التي تناولها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال هذه المداخلة الهاتفية تفاصيل الوضع الاقتصادي، حيث أكد الرئيس أن الأزمة الاقتصادية العالمية غير مسبوقة في العالم بأكمله ولها تداعيات حادة على العالم أجمع. أوضح الرئيس أيضا أن الأزمة كبيرة جدا وتداعياتها على عشرات ومئات الدول، ومصر من ضمن الدول المتأثرة بالتأكيد، ولكن هناك فرق من معاناة وأزمة كبيرة. يعني أكد الرئيس أننا نحن الآن في مرحلة المعاناة في مصر وكل الجهود موجودة بالفعل لتخفيف هذه المعاناة. أيضا تابع الرئيس السيسي أنه كلف الحكومة بتوفير كل مستلزمات الصناعة والإنتاج، ودائما يقول الرئيس السيسي: لا أقول للمواطنين أن يتوقفوا عن شراء سلعة معينة أو تحديد قدر معين مثل دول أوروبية يعني كبيرة تفعل ذلك. وضح الرئيس أن السلع متوفرة ولكن من الممكن أن يتضخم سعرها نوعا ما، لكن تحاول الدولة المصرية عدم تأثر غير القادرين بهذه الزيادة بزيادة الأسعار. أيضا أضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة تتخذ إجراءات توفير السلع والمنتجات بأسعار مناسبة للمواطنين، وأكد أن هناك أزمة ولكن نسيطر على هذه الأزمة وكافة السلع متواجدة بكثرة، وأكد أننا حاليا نعيش معاناة لكن نعمل على تقليل آثار تلك المعاناة. اليوم كان هناك اجتماع مع البنك المركزي ووزراء المالية والتجارة والصناعة والمسؤولين عن تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الأزمة الاقتصادية العالمية كبيرة للغاية وتأثيرها على يعني كل الدول كبير، وأكد وأشار إلى أن الدولة لديها احتياطي استراتيجي لا يقل عن 6 أشهر. إذا نصل معكم لختام هذه الفقرة اللي استقرأنا فيها أهم ما جاء في مداخلة الرئيس عبد الفتاح السيسي. شكرا لمتابعة حضراتكم، سعدنا بصحبتكم، إلى اللقاء.